والخدمات العامة. ورشات متعددة تتيحها مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة أطار. أزيد من 760 طالبا يستفيدون من 14 تخصصا في مجالات الزراعة والحراف والبناء والأشغال والخدمات للموسم الدراسي الجديد. أنا التكوين المهني اخترته لأني مقتنع به، وعني جاي ندور مهنة ترفع تعود معايا وراء الزمن باش ما نفصل في رقاج ولا نفصل في حق آخر، عود أنا ما عندي مهنة باقية معايا وراء مرور الزمن. التبريد مهم بالنسبة نحن العدايات والرجال هما اللي سياني، ونخترنا نعود من هذا التبريد بين الفريجيرات ما مصيوب عنهم ولا كونجريتيرات، حاجرهم حتى فرصة ديو ديانو والناس كاملة هما اللي كانوا نعود يعرفوا الشيء. اخترت التكوين المهني لأنه اختصر الحياة، في ياسر من الشيء نتعلموه أسرع عنا من ذا الآخر. عندنا مهن نمارسوها كيف السباكة وما أشبه ذلك. اخترت الخياطة لأن تم تعلم خيط الباسي كي ملاحف كي كيف نحن ياسر مشينا زقلوا المال ناصح أخواتي أنهم يتعلمون هم يجوا يقبلوا على تكوين المهني. طاقم تطيري يقدم دروسا نظرية وأخرى تطبيقية بهدف تمكين الشباب من الحصول على الخبرة اللازمة في مجالات يتزايد القبال عليها مثل الميكانيكا والتبريد والسباكة. هاي القسم مجموعة فيها 25 تلميذي راعي محاضرين متكونون في دي زماني عند موديل 10 يعني موديل 18. هذا كان البروغرام يقراو البروغرام كامل عندهم اياها ونكونون في المؤسسه هذا التكوين بهذا. هذه السنه يعني نعرفوا لنا السنه لا تعود متميزه ان شاء الله باللي الدوله الموريتانيه رصدت اموال طائله في هذا من اجل التكوين ومن اجل الازدهار به، ونحن على جد واثقين ان الدوله لا يتعدل التزامات تعهدات رئيس الجمهوريه اللي قال عنه التكوين هو اولويه، وطبعا لانه هو الاولويه باللي جميع المجتمعات يعني ما تتطور ما هو بطار التكوين المهني. وتؤكد اداره المؤسسه المهنيه اهميه التكوين الذي يعد رافدا للتنميه المحليه وامتصاص بطاله الشباب. التكوين المهني راه اساسي، نتعرف على السوق مملوء بالاشارب والعمال الاخيرين، شير الحمد لله عاد هون بالنسبة لولايتنا خاصة أطار، مقاطعة أطار أكثر الآن العاملين فيه لا موريتانيين، شفتوهم في السودير، شفتوهم من ويزري، شفتوهم في بعض المرشات الأخرى، كلا من يوم اللي الناس كانت عازفة عن وعدته، والحمد لله أعطيته قيمة وإحنا عينينا نشير نطلبوا دراسة من السوق نعرفوا ذوك أهم شيء عندها قالها نعود نعدل في تكوين. لذلك العام اضطرينا تكوين الحلاقه النسائيه اللي كان ياسر الناس مهمه عنده، ووفرنا مليل الالمنيوم نجاره الخشبيه اللي كانها عامين والله ثلاثه ما قد تنقبض، وكبرنا هي السنه ملي بنا الحمد لله العدد الكافي لتلاميذها والحمد لله لا باس. صرح تعليمي مهني يركز على تاهيل وتكوين الشباب ليكون قادرا على الاستجابه لمتطلبات السوق المحليه بالولايه. الفاغوي للشيباني، قناه الموريتانيه، مدينة أطار.